السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة الظروف الحالية والخوف من انتقال الدراسات، شركات كتير جدا قالت لك إن كل الموظفين كانوا هيشتغلوا من البيت. طيب جميل جدا، عايزين ندرس الموضوع ده بشكل عملي وعلمي بحيث إن ما يحصلش مشاكل. ممكن تاخد القرار قلنا فيه فكرة حلوة، بس لما نيجي ننفذها نفاجئ بمشاكل نتيجة إن القرار ده لم يدرس وتبقى النتايج عكسية. طيب من ضمن الحاجات اللي لازم تدرس، هل الناس عندها انترنت كويس ولا لا؟ ممكن يكون الراجل مشترك مع 20 واحد في قلب الشارع، فلذلك النت عنده بطيء. طيب هل احنا محتاجين نعلي السرعه ولا لا؟ هل احنا محتاجين ان احنا نديله الكمبيوتر شغل ولا الكمبيوتر بتاعه ينفع اشتغل بيه؟ ولو الكمبيوتر بتاعه يبقى مش من حقي ان انا اقول شغلهولي او ان انا يبقى ليا ريموت كنترول عليه. زائد ان هو لازم الاي تي يتاكد انه عنده فيروس كويس، وخلي بالك برضه مش من حق الاي تي ان هو يدخل على الجهاز بتاعه، ده جهاز شخصي ممكن تكون فيه حاجات عائليه. فالافضل ان الشركه تديله الجهاز بتاع الشركه، بالذات لو هم شركه شغاله مثلا على لابتوب، او هتديله جهاز الشركه لفتره طويله مثلا اسبوعين ثلاثه وهكذا. ففي حاجات كتيره لازم تكون مدروسه، ونتخيل لو احنا اشتغلنا في الموضوع دوت ايه المشاكل اللي ممكن تحصل وازاي ممكن نتجنبها، وطريقة الشغل مختلفة، فإيه البرامج اللي احنا هنشتغل عليها. هو تلاقي على قناة بين عربي على اليوتيوب أكثر من برنامج زي مايكروسوفت تيم مثلا، وأي حاجة أقول لي مثلا دي ممكن نستبدلها إزاي أو إيه اللي واقف معايا، ونبدأ نشرح البرنامج المناسب، لأن في برامج كتير جدا بتسهل الشغل. ولو أنت عندك ميتنج حاول تخلي الميتنج ده فيديو بحيث إن أنتوا شايفين بعض، فتبقى المعلومة وصلت. كتابة صدقني ما بتنقلش المشاعر، ما بتنقلش الكلام، فيكون أفضل إن احنا نتكلم فيديو أو صوت، وكل واحد يخلي الجهاز أو المكان اللي هو اشتغل عليه مهيأ وثابت، مش كل مرة بيتنقل من مكان لمكان، مرة يبقى في المطبخ ومرة كذا، والمكان اللي قاعد فيه ميبقاش مكشوف، لأن لو في فتحت الكاميرا ممكن البيت بتاعك كله يظهر. فخلي المكان ظهرك للحيطة مثلا، حاجة زي كده. البس لبس الشغل، يعني حاول كده الوقت ده انا هقعد، وده وقت شغل مش وقت تهريج، فانا هقعد مثلا من 8 ساعات دول مش طاقتي على طول، بس يعني تكون لابس حاجه كويسه ان الكاميرا ممكن تفتح في اي وقت. وعرف البيت بتاعك ان في اجتماع مثلا ساعتين دول، خلي بالكوا من الصوت، واعمل زي كالندر، في كالندر تبع مايكروسوفت، في تبع جوجل، في ده ممكن الشركه تعمل له كالندر، وتبقى مربوطه بالايميلات بحيث ان تبقى معروف المواعيد بتاعت الميتنج امتى، وترد على الايميلات امتى. وحاول قدر الامكان الاجتماعات ما تبقاش طويله عشان يبقى فيه شغل. وقبل كل اجتماع تحددوا ايه الحاجات اللي هتناقشوا فيها، ايه الحاجات اللي هنتكلم فيها، مش اي حد يتكلم في موضوع غير اللي احنا عايزين نتكلم فيه. بعد ما تخلص الاجتماع تبعتوا لبعض ايه الحاجات اللي احنا اتناقشناها في الاجتماع. وخلي في تصور ان ممكن اي حد من الاولاد يتكلم يعمل صوت ما تعملش مشاكل، ده عادي جدا، الناس كلها عارفه ان انت قاعد في قلب البيت وشغال من البيت، فما تضربش عيل او ما تزعقش العيل عشان عمل صوت، مش تقدر تسيطر عليهم بالذات لو الاجتماع طويل. وبعد ما تخلص الشغل اقفل على طول، يعني انت مثلا المفروض تشتغل 8 ساعات، خلاص اقفل ما تقعدش تطول قوي، لان الوقت الباقي ده حاول تقضي مع العيلة. في نظريات في الإدارة الشرقية إن لازم الموظف المثالي هو ال 24 ساعة شغال، لا ده غلط، بره بيحاول يقلل عدد ساعات الشغل بحيث الناس تقعد مع العيلة. في دول وصلت دلوقتي إنها تشتغل تقريبا 6 ساعات 4 أيام في الأسبوع بس، وإنت إدي لكل واحد حقه، تمام؟ إدي البيت حقه، وإدي الشغل حقه، وإدي لنفسك الوقت بتاعه. وانت خليك جاهز كده قبل اي اجتماع ان انت قاعد في مكان كويس، لو طلب منك ان انت تفتح الفيديو عشان تتكلموا وتشوفوا بعض مفيش اي مشكله خالص. اي حاجه على الديسك توب خاصه، يعني فيها فولدر خاص بيه بحيث ان ممكن تكون بتفتح حاجه بنقط فتظهر حاجات مش عايز تظهرها. حاول ان انت تبقى مجهز ان انت عندك سرعه كويسه على اساس ما يبقاش في كل شويه اعتذارات بسبب موضوع الانترنت. شوف ايه الحاجات السبيشال، يعني مثلا احنا بنشتغل حاجات خاصه بالاوتوكاد، حاجات خاصه بالريفت، فبنلجا لبرامج معينه نستخدمها وهكذا. كل واحد ادرى بالشغل
الشغل بتاعه والشركه بتاعته، فلازم يكون في حلول. وممكن الموضوع ان شاء الله ما يطولش، بس ممكن بعد كده حتى بعد ما المشكله تتحل نلاقي ان الموضوع ده اريح لنا وبيوفر مواصلات وبيوفر حاجات كتير جدا، فنتجه للموضوع دوت لو شغل من خلال الاونلاين، بحيث ان هو بيزود الانتاجيه لو كلنا التزمنا بان احنا ما عندناش وقت. مش اجازه، هو شغل من خلال البيت وليس اجازه معناها انك مش هتعمل شغل خاص. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله السداد في الرأي.